مباشرة عند السيد حمد بن راشد بن غدير الكتبي على المركز الأول والصدارة، بينما بدوري أنتقل نقلة إلى مرعوش مع عيسى بن أحمد والملكية لهجن الرئاسة بهذه اللحظات المنطلقة مع ثاني الأسماء. الدور المركز الثالث، المركز الثالث الوصول من الشرس لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. انتقل إلى المركز الرابع والوصول من الغزال لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير، والوصول أيضا من متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. انضمام قوي من المركز السادس من قبل مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، والوصول من البطران على المركز السابع لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن عبد الله بن مساعد بن مسعود في عملية التضمير. ووصل الشبابي على المركز التاسع الشبابي لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري، وعلى المركز العاشر ما يخاف أيضا الوصول من شعار ما يخاف لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن يمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي في عملية التضمير. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات المنطلقة والقوية والرائعة مع المركز الأول ومع الصدارة. مرموق مع الإثارة، مرموق مع المركز الأول، يا سلام، مرموق مع مقدمة الشوط، مرموق مع الصدارة مع المركز الأول وهجن العاصفة من تسيطر على مقدمة هذا الشوط من خلال حضور هذا المرموق الرائع بهذه الخطوات الرزينة والسريعة والمنطلقة التي تحملت قيادة هذه الزمول المنطلقة ومرموق لهجن العاصفة وحمد بن راشد الكتبي في عملية التضمير. انتقل الى هذا الملاحق وهذا المرعوش، يا سلام، مرعوش مع المركز الثاني بقوة وبإثارة ويحمل شعار غالي ومضمر ايضا احد البارعين الواضحين على الشاشات ايضا بافعالهم النيرة وبتاريخهم الحافل بالسيوف وبالانجازات. عيسى بن احمد الخيل هو مضمرا متابعا لهجن الرئاسة ومتابعا ايضا لهذا المرعوش الذي ينضم الى مؤسسة هجن الرئاسة مع التألق والانتصار. انتقل الى المركز الثالث، انتقل ايضا الى هذا المنطلق والباحث عن الاثارة والباحث ايضا عن الفوز وعن الانتصار. هنالك الغزال، هذا الغزال السريع الذي ينتقل الان سريعا الى المركز الثالث لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الكتبي في عملية التضمير. وصل هذا الشرس، يا سلام، الشرس مع المركز الان الرابع وصوله وانتقالته رائعة لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. والمركز الخامس وصل متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الخامس، ولكن الطبيب، الله يا الطبيب، اسمه الطبيب ويتابع الطبيب، هذا هو الطبيب يا ابو حمد، يا ابو حمد الطبيب لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان بن حمد الجابري، ابو حمد الطبيب الشعبي هو من يتابع هذا الطبيب، يا سلام. بينما الوصول والانطلاقة من البطران، يا سلام، البطران لسمو الشيخ زايد بن سيف محمد آل الهيان احمد بن عبد الله ايضا بن مسعود في عملية تضميره ومتابعته، بينما هنالك مقصص يا سلام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتابع هذا الاسم وهذا الشعار الرائع والمميز. وصل السلع هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير في عملية تضميره ومناصب، يا سلام على هذه الأسماء التي تنصب نفسها بهذه القوة، مناصب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية تضميره على المركز التاسع وعلى المركز العاشر. بدأت أيضا الأسماء تظهر شيئا فشيئا، هذا هو الزعفران الذي يبحث عن الزعفران ويبحث عن الفوز والانتصار، يا سلام
سلام يا سلام. لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي في عملية التضمير. هذا هو النداء الثاني على التوالي للعشر المراكز الأولى المتقدمة. أعود مع ياس، أعود مع الكادر الأول، أعود مع الانطلاق الأول، أعود مع هذه العدسات من كل جانب ومن كل حدب وصوب لتأخذ هذه اللقطات الرائعة والمميزة. شكرا للمخرج على هذا التميز وعلى هذا أيضا الإبداع. المركز الأول والتسلل السريع، هذا هو مرعوش، هذا هو مرعوش، هذه هي هجن الرياسة حاضرة بهذه اللحظات المنطلقة والمنافسات القوية. مرعوش مرعوش، وتعود ملكية مرعوش لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد الخيالي في عملية التضمير. وصل الشرس، وصل الشرس، هنالك سوف نرى في الأمتار المجنونة يفترس وأيضا بشراسة وبقوة لانتزاع سيارة هذا الشوط. لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي، ولكن الوصول من الجهة الأخرى. الغزال وصل، هذا السريع وهذا المنطلق، الكيلو المتر النهائي. يا سلام يا سلام، هذا هو الغزال لهجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي في عملية التضمير. وعلى المركز الخامس هنالك الطبيب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفائز بن غفان بن حمد اليابري، هو يتابع الطبيب. ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى صدارة الشوط والناموس. يا سلام يا سلام، الناموس مع مرعوش، مرعوش والشرس، مرعوش على المركز الأول، مرعوش على الصدارة الأول، مرعوش مع النقطة الأولى. يبدو أن السيارة سوف تتسجل باسم أيضا مرعوش، ولكن إنجازاته ليس ببعيد، وإنما قبل تقريبا أسبوعين في ميدان المرموم في نفس الشوط ويحلق بالناموس، وأيضا يستعيد الذكريات بالنصري والانتصار. لما لا وهو يحمل هذا الشعار، هذا الشعار الأحمر، شعار الإنجازات والإبداع. يا سلام، هذا هو أيضا هجن الرئاسة، وهذا هو أيضا عيسى بن أحمد البارع، من رافق سمحة ومن رافق مرعوش ومن رافق الكثير والكثير من الأسماء المنتصرة. سلام للماركة أيضا، أيضا ماركة النواميس. سلام يا هجن الرئاسة، سلام لهذه المؤسسة العملاقة على فوز مرعوش. مرعوش مع المركز الأول، مرعوش مع الصدارة الأولى، مرعوش لهجن الرئاسة وأيضا تضميره مع عيسى بن أحمد الخيلي. المركز الثاني الشرس لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي. المركز الثالث وصل الطبيب وفاجأنا الحقيقة لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بغافان بن حمد اليابري. المركز الرابع لهجن العاصف اللي هو الغزال، وفي المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء ماي هاب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن سيف بن لاحج الهاجري في التضمير. قوه واثاره، ابداع وتميز، ايضا وفوزي وناموس وانتصار، ولكن التهاني والسلامات والانجازات حلت مع هذا المرعوش الرائع. لحظات التوقيت الزمني 9:41.1 من الثواني. مرعوش لهجن الرئاسة، وعيسى بن أحمد الخيلي هو المتابع لاسم مرعوش، بينما من حل على المركز الثاني ووصل بقوة الوصول كان من قبل الشرس. التهني لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس النيبي، له الشكر والتهاني والنواميس على فوزه بالمركز الثاني. المركز الثالث كان الطبيب، هذا توقيت المركز الثاني 9:46.3 من الثواني، بينما المركز الثالث الطبيب وصل وحلق بهذه القوة وبهذا الانطلاق 9:51.6 من الثواني. التهني أيضا للطبيب الشعبي من يتابع الطبيب فايز بن غفان بن حمد الجابري، تهانينا والنامو